ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا، يستضيف نادي بختكور الأوزبكي نادي الهلال السعودي على ملعب نادي بختكور المركزي. الزعيم استعد جيدا للمباراة بإجرائه للتدريب الأخير قبل السفر إلى أوزبكستان، حيث أدى الفريق ظهر الاثنين تدريباته الأخيرة تحت قيادة اليوناني دونيس، فتركزت على الجانب التكتيكي وتطبيق العديد من الجمل التكتيكية. فور وصول الهلال إلى أوزبكستان، أجرى الفريق التدريب الأخير على ملعب المباراة، حيث اشتمل على الجانب اللياقي بالإضافة لوضع دونيس الخطة الأخيرة التي سيعتمد عليها في لقاء اليوم. الزعيم سيدخل المباراة وسط غياب الخماسي الميدا وديغاو والعابد وجحفلي والكعبي، لكن الداهية دونيس أكد أنه وضع الحلول لتعويض غياب أي لاعب. مباراة مهمة يتطلع لها الجمهور الهلالي الذي يأمل أن يعود نجوم الزعيم بنقاط المباراة الثلاث.